حمدي الكنياسي اكيد صحفي او الناقد الرياضي الكبير، برحب بحضرتك. واكيد النهارده يوم مهم جدا لكل اعضاء النادي الاهلي، مهم ان اعضاء النادي الاهلي يكرروا اللائحه الخاصه بيه. بالتاكيد ده يوم تاريخي في بالنسبه للنادي الاهلي، يوم الاعضاء بيثبتوا فيه ان هم زيهم زي نجومنا في اللعبات المختلفه، يقدروا يعملوا انجاز ويعملوا بطوله لا يتوقعها احد. فكون اعضاء النادي الاهلي النهارده يخبلوا بهذا الشكل عشان يقولوا مش الاهلي اللي تفرض عليه لائحه جايه من بره، مش الاهلي اللي يلعب فيه بعض المتربصين عشان يربكوا مسيره الاهلي. مسيره الاهلي ان شاء الله مستمره بقوه ومستمره بتاريخ النادي الاهلي وعراقه النادي الاهلي. فانا شخصيا يعني رغم ان كان فيه ارتباطات معينه لغيتها كلها وجيت جري على هنا، وانا جاي وانا في منتهى السعاده من ساعه ما وصلت وانا في منتهى السعاده بالاقبال والحماس اللي بؤكد ان هو ده النادي الاهلي وهم دول اعضاء النادي الاهلي. شكرا. شكرا. لسه مستمرين.